حياكم الله أحبتي المشاهدين بالتغطية الخاصة والمستمرة من قناة الأيام الفضائية حول عملية طوفان الأقصى. اليوم هو يصادف 39 لعملية طوفان الأقصى، حيث يستمر الكيان الصهيوني بتدمير المباني السكنية والمستشفيات، وأيضا يقوم بإبادة جماعية للأطفال والمدنيين. طبعا جرائم العدوان الصهيوني هي جميعها موثقة وأيضا لا يمكن إنكارها، وموثقة بمشاهد لا يستطيع الكيان ولا حتى أمريكا أنه هي تنكرها، رغم تبريرات الكيان ورغم تغييرها لروايات الإبادة والجرائم. أحبتي المشاهدين، أكيد أسئلة كثيرة وتحليلات حول عملية القصف واستمرار واشنطن بعرقلة المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وغيرها من المحاور، أكيد سنناقشها بحلقتي لهذا اليوم مع ضيوفي الكرام. أكيد أرحب بداية بأستاذ عمر الناصر المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. وأكيد ينضم معي عبر سكايب أستاذ منهل عبد الأمير المرشدي، رئيس مؤسسة الأجيال للثقافة والإعلام من بروكسل، أهلا وسهلا بك أستاذ منهل. حياكم الله. وأكيد سينضم معي لاحقا عبر الهاتف أستاذ هيثم المقصود، الخبير الأمني من سوريا، أهلا وسهلا بكم جميعا. بداية مع أستاذ عمر الناصر المحلل السياسي. أستاذ عمر، يعني أبتدي معك من آخر جملة ذكرتها، أنه آخر جملة كانت هي عن لماذا واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار على غزة، تفضل. شكرا جزيلا لجنابكم الكريم ولضيوف الأكارم. يعني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي منذ البداية ومنذ بدء الحرب على غزة كانت هي واضحة، ذهبت باتجاه أن يكون هنالك دعم مطلق لإسرائيل. نعم. وكانت هنالك يعني تحركات من قبلها باتجاه أن يكون هنالك دعم دولي، والدليل على ذلك ذهبت إلى أن يكون هنالك دعم واضح من قبل بريطانيا والاصطفاف إلى جانبها من أجل دعم إسرائيل. هذه هي سياسة واضحة. لكن المفارقة الغريبة أنها رغم كل هذا الدعم الذي حصلت عليه إسرائيل منذ بداية الحرب قبل 39 يوم ولحد اليوم، لم يكن هنالك تقدم نوعي للقوات الإسرائيلية أو الكيان الإسرائيلي. نعم. الصهيوني على أرض الواقع. وتجد دائما الولايات المتحدة تذهب إلى أن يكون هنالك وقف إطلاق النار، وتشجع وتضغط على إسرائيل لأن لا يكون هنالك وقف إطلاق النار، وتذهب باتجاه أن يكون هنالك سحق والقضاء على حماس بشكل كامل. والدليل على ذلك أن وزير الدفاع الإسرائيلي في المراحل الماضية أو الأيام الماضية الأسابيع المنصرمة. نعم. ذهب إلى تطبيق نظرية أن يكون هنالك خمس مراحل، سبق وتطرقت لها في أوقات سابقة، وهي المرحلة الأولى هي مرحلة الضرب بقوة وعنف وشراسة على المقاومة الفلسطينية حماس، والمرحلة الثانية هو أن يكون هنالك تقليل لحدة هذه الضربات والقضاء على جيوب المقاومة، ومن ثم الانتقال الخطوة الثالثة. نعم. وهي إزالة النظام السياسي وخلق نظام جديد في غزة، والخطوة الرابعة هو إزالة مسؤولية إسرائيل عن غزة بالكامل، والخطوة الخامسة أن يكون هنالك استقرار أمني للإسرائيليين. لكن وفق هذا المنظور الذي نراه أمامنا وفق نظرية ضباب الحرب، تجد بأن إسرائيل اليوم هي مترددة وخائفة أيضا من الذهاب إلى موضوع الهدنة، بعد أن كان هنالك تشجيع للإدارة الأمريكية بالذهاب إلى موضوع. نعم. الهدنة اليوم هذا الموضوع يعني قد توقف. دائما ما يدار حوار حول الهدنة ودائما نسمع عن الهدنة، لكن مدى نلاحظ أي تطبيق على أرض الواقع؟ يعني هناك من يطالب بهدنة لمدة 5 أيام، هناك من يطالب بهدنة لمدة ساعات، لكن الهدف من هذه الهدنة هو مجرد إيصال المساعدات على الأقل. يعني احنا نشاهد هناك مجازر وهناك إبادة جماعية يعني محتاجين إلى هذه الهدنة، لكن هناك رفض قوي، لماذا هذا الرفض؟ اليوم الطرفين الولايات المتحدة وإسرائيل هما بين أمران أحلاهما مر. إذا كان هنالك وقف إطلاق النار فهذا يعني بأنها خسارة حقيقية وحقيقية لإسرائيل بشتى الوسائل وبشتى المعايير، وإذا كانت هنالك هدنة فإسرائيل والولايات المتحدة مترددة ومتخوفة من فقدان الدعم الدولي لإسرائيل حتى وإن كان لمدة 3 أيام، وهذا ما تطرقت له في أيام سابقة. لذلك تجدين اليوم بأن المعركة ربما ستستمر،
ولكن لا يوجد أي تقدم أو إنجاز نوعي على أرض الواقع. وكان هنالك استراتيجية للكيان الصهيوني وللجيش الإسرائيلي بالذهاب إلى السيطرة على مبنى الشفاء أو مجمع الشفاء منذ البداية من أجل خلق مكان للاستقرار في داخل غزة تنطلق من خلاله العمليات العسكرية والانتشار إلى داخل العمق غزة وبقية المناطق. ولكن في هذه المرحلة تجدين أنها لم تدمر مجمع الشفاء بشكل كامل. نعم صحيح. والدليل على ذلك هي ذهبت إلى تدمير فقط البوابة الرئيسية وبعض سيارات الإسعاف. طب لأنها ليش؟ تعتقد ليش بأن تدمير المحيط المستشفى إذا هم هدفهم أنهم يقصفون المستشفى، شنو اللي يوقفهم عن هذا الفعل؟ يعني أنا ذكرت لك هم يرومون الذهاب إلى أن يكون لديهم استقرار بمجمع كبير أو ببناية كبيرة من خلالها يكون هنالك بداية للتوغل البري في جميع المناطق. وهذا الذي وهي تعتقد بأن الأسرى أو الرهائن الذي هم يقولون عنهم ومقر القيادة والسيطرة هو موجود في داخل هذا المجمع. فترين دائما إسرائيل تذهب إلى الآلة الإعلامية من أجل أن تحول الفشل العسكري إلى إنجاز إعلامي أو نصر إعلامي. نعم. ولكن المفارقة الغريبة فيما بعد أستاذ عمر، أنتقل لضيفي عبر سكايب أستاذ منهل عبد الأمير المرشدي. أهلا وسهلا بك أستاذ. بداية نريد نعرف أن قراءتك لمسار الحرب على غزة بتواصل مجازر ضد المدنيين لحد هذه اللحظة، وحسب ما ذكر أستاذ عمر إذا سمعت أنه قال المعركة ربما تستمر، شو تعليقك؟ نعم حياكم الله. أهلا بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك يا أختي الفاضلة ولضيوف الكرام. أهلا وسهلا ومشاهدي القناة. قبل أن أبدأ بالإجابة على سؤالك الكريم، أتمنى لو تسمح لي بتعقيب بسيط لا يأخذ أكثر من دقيقة واحدة. وأنا هنا يعني في أوروبا نتابع أخبار العراق، وتلقينا الآن خبر قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. بالسريع، تعريض سريع جدا، أنا أحيي من خلالكم ومن خلال كل العراقيين قرارات المحكمة الاتحادية والموقف العراقي الأصيل والقضائي النزيه لهذه المحكمة. وأدعو رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني، السلطة التنفيذية، وأدعو كل العراقيين لمساندة قرارات هذه المحكمة للتنفيذ. قرارات المحكمة هي التي حفظت أو تحفظ هيبة ووجود كيان الدولة العراقية. نعم. ولذلك نستغرب عدم تنفيذها في إقليم كردستان فيما يخص الالتزامات المالية، واليوم قرارها بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي. أرجو ألا تتم الاتحاط به وتسويفه، ونقف إجلالا وإكبارا لقرار هذه المحكمة التي تثبت أن القضاء العراقي قضاء أصيل ونزيه، هو المنقذ الوحيد الآن لبقاء وديمومة وسيرورة وجود الكيان الحقيقي للدولة العراقية. نعم. عودة لسؤالك يا أختي الفاضل. تفضل. علينا أن لا نتردد إذا ما قلنا بحكم اليقين أن الذي يحصل في غزة هو إعجاز بكل مفرداته الحيثية على مستوى الميدان. ما يقوم به الأبطال المقاتلون الأشاوس في المقاومة الإسلامية في فصائل المقاومة، سواء كان في حماس أو في الجهاد أو في بقية الوصال على أرض غزة، هو بحكم الإعجاز. كل قوة أمريكا حاضرة في الميدان، الدعم الأمريكي الحاضر في الواقع الميداني، المشاركة في غرفة عمليات غرفة الحرب في الكيان الصهيوني في تل أبيب، استخدام كل ما تمتلك كيان دولة إسرائيل على مستوى المدرعات وعلى مستوى الطيران وعلى مستوى البحرية وعلى مستوى المشاط بأسلوب وحشي همجي بربري، إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن من أسر مقاتل واحد من مقاتلي المقاومة. نعم. لم يستطيعوا حتى الآن من إطلاق سراح أسير واحد من أسراهم لدى المقاومة. لذلك نحن عاجزين عن التعبير، يعني كل ما نمتلك من مفردات البلاغة اللغوية نحن عاجزين عن التعبير عن الخشوع عن الإجلال عن الإكبار لما تقوم به فصائل المقاومة ولما يقوم به
الشعب الأبي العربي الأصيل في غزة، الشعب الفلسطيني في غزة، الذي علمنا ماذا تعني الإباء. يعني تصور، أنا سمعت مفردة كربلائية أصيلة من إحدى النساء في غزة ومن إحدى الإخوان أبناء الشهداء من أبنائه وزوجته، ويقول، يتجه إلى السماء يقول: إلهي خذ حتى ترضى، أيكفيك هذا العطاء؟ يعني ونحن اليوم نقف أيضا بجبين يندى عرقا وخجلا وازدراء من الموقف المزري والمخزي والمذل للأنظمة السياسية العربية. ونحن شاهدنا ما آلت إليه مقررات القمة العربية الإسلامية في الرياض. نعم. رغم أننا ابتداء كما يقول المثل العراقي كنا غاسين يدينا من عندها، لأنها تقع في دولة الترفيه التي أباحت كل الرذائل وكل الشواذ في أرض الحرمين المباركين المقدسين، يعني بمنهاج الترفيه في الرياض من قبل محمد بن سلمان. نعم. لذلك كانت القرارات مخزية. ولو رجعنا إلى كلمات الرؤساء باستثناء كلمة الرئيس الإيراني السيد رئيسي وكلمة رئيس الجزائري وما كان في كلمة الرئيس العراقي، أنا أعتقد أن الكلمات البقية كلمات المداراة وكلمات الخزي وكلمات الذل التي تساوي بين الضحية والجلاد، التي لا زالت تتوسل بالرجوع إلى حل الدولتين، التي لا زالت وحتى كلمة الرئيس السوري بشار الأسد رغم قصرها إلا أنها كانت تحمل من البلاغة والإنصاف والقوة. لذلك أختي الفاضلة، أنا أقول أن الأحداث حتى الآن رغم المأساة ورغم التضحيات ورغم الكوارث ورغم ما تقدم آلاف من الشهداء من الأطفال الأبرياء والنساء، إلا أننا نفتخر ونتباهى ورفعت رأسنا، ويحق للعربي أن يقول أنا عربي، ويحق للمسلم أن يقول أنا مسلم، حينما ينتمي إلى عروبة غزة وإسلام غزة وشجاعة غزة وبطولة غزة. طيب أستاذ منهل، يعني تطرقت إلى سؤالي وذكرت أنه المعركة ستستمر، هل المعركة ستطول أم لا؟ قراءتك للوضع. عفوا، الميدان هو الحكم ونحن لا نأتي بجديد. إذا ما قلنا أن الأنظمة العربية الواقع الميداني أثبت بحكم اليقين أن حماس وفصائل المقاومة حتى في فلسطين أو في المحاور الأخرى في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن لا تواجه الكيان الصهيوني فقط، إنما تواجه التآمر العربي والعمالة العربية والبؤس العربي، هناك خيانة. تصوري إسرائيل هذا الكيان المسخ الذي يرفض أمام العالم إدخال المساعدات وإدخال الوقود وإدخال الغذاء إلى غزة، ما الذي يجعله يوافق لملك الأردن الذي يحمل عشرات الأوسمة على صدره وهو لم يشارك حتى في معركة التكتك على سبيل المثال؟ ما الذي يجعل الطائرات الأردنية تنزل وماذا تفعل ولمن وزعت؟ وقد تسربت الأخبار أن الملك الأردني ينقل أجهزة التنصت والتشويش على اتصالات فصائل المقاومة خدمة للكيان الصهيوني. ولذلك نحن الآن وفصائل المقاومة نواجه أنظمة العمالة العربية، هناك مؤامرة كبيرة، لأن الكل بات مقتنعا. نتنياهو مقتنعا أن توقف القتال يعني انتصار المقاومة، وانتصار المقاومة وانتصار غزة يعني انتهائه إلى النهاية في المحاكم بل انتهاء الكيان. طيب أستاذ منهل، يعني رغم هذا حضرتك ذكرت التحليل أنه لا استسلام ولا تهاون، فلسطين شعب ومقاومة هم يد واحدة بوجه الكيان. أنتقل إلى أستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني تطرق أستاذ منهل إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أريد نأخذ رأيك بهذا الموضوع. يعني إحنا صار لها المؤتمر تقريبا 4 أيام لكن لا جديد. يعني أنا أقول أصبحت لدينا تخمة من المؤتمرات العربية والقمم الإسلامية منذ عام 1948 ولحد اليوم، وهذه جميع المؤتمرات التي ظهرت على أرض الواقع هي لم يكن لها يعني مفعول حقيقي ونتائج واقعية على أرض الواقع، وإنما هي فقط مؤتمرات شكلية
لا ترتقي لمستوى الطموح، ودليل على ذلك ما زال العراق وبقية دول المنطقة هم يعانون من تداعيات الاحتلال الأمريكي وتداعيات الأزمات المستعصية التي ضربت عمق المنطقة العربية. نعم. أود أن أشير إلى نقطة مهمة بخصوص ما يتعلق بالحرب على غزة. اليوم الإدارة الأمريكية ترى بأن الدعم المطلق الذي ذهبت إليه مع إسرائيل قد تحول إلى أن يكون هنالك مرتزقة حتى في الحرب على مع حماس، ودليل على ذلك هنالك الكثير من ذهبوا إلى يعني من المرتزقة الذين اصطفوا إلى جانب الكيان الصهيوني، وبالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا العسكرية وتزويد الولايات المتحدة بطائرات MK9 ريبر التي هي النسخة المطورة من عام 2017 من المصممة من قبل شركة أتوميكس الأمريكية، والتي يصل مداها إلى 8000 متر ويعني هي تسير ب 463 كيلومتر في الساعة، والتي يكون سعر تكلفتها أكثر من تكلفة ساعة الطيران فيها أكثر من $3,500، أي بما معنى هي أكثر من طائرات الـ F-16 التي يصل تكلفة طيرانها أكثر من $8,000. ذهبت إلى استخدامها، واليوم تذهب إلى أن يكون لديها لها يعني تواجد على أرض الواقع بعد أن زودت الإدارة الأمريكية بست طائرات من هذا النوع. ما أريد الذهاب إليه هو اليوم هل تحققت منجزات فعلية على أرض الواقع بعد أن كان هنالك أيضا ضغط على المحور الشمالي وفي الشيخ رضوان وفي الشاطئ وإلى آخره. أنا أعتقد لم يكن هنالك أي تقدم ملموس، والدليل على ذلك اليوم وفي هذا اليوم بالتحديد الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 636 آلية ومدرعة ومدبابة ميركافا والنمر وبقية الآلات العسكرية هي قد دمرت بهذه الحرب على غزة من بداية الحرب إلى هذا اليوم. نعم. وهذا دليل على أن الترسانة العسكرية الإسرائيلية بدأت يعني تذهب إلى خسائر كبيرة. وأصرح في الأيام الماضية أحد مؤسسة ميتاب ذكرت بأن ربما ستطول الحرب، وأن تكلفة كل يوم من الحرب هو يصل إلى $246 مليون، أي بما معنى أن هنالك سوف تكون ربما أكثر من $17 مليار قيمة التكلفة الفعلية للحرب. إذن هذه هي حرب استنزاف، وكلما كان هنالك نوع من يعني إدامة لمدى الحرب وكان هنالك عدم تمكين الإسرائيليين والولايات المتحدة من الأنفاق التي هي اليوم تعد لعبة أمام أنفاق فيتنام لعبة أمام الأنفاق الفلسطينية اللي موجودة، ربما سوف تتكلف إسرائيل جديد من الخسائر الفادحة التي هي في غنى عنها اليوم. لذلك تجديها اليوم تبحث عن الوسيط حتى تحفظ ماء الوجه. وأنا باعتقادي في الأيام المقبلة ربما سوف تكون إحدى الدول العربية، وأشير إليها قطر بالتحديد، سيكون لها موقف مشرف حقيقة في هذا المجال من أجل أن يكون هنالك حد لهذه الحرب. طيب يعني أستاذ عمر، يعني هل فشل التحشيد الأمريكي في فرض معادلة الضغط على قيادة محور المقاومة بهذه الحرب؟ يعني محور المقاومة موقفه واضح منذ البداية، وهو يذهب إلى الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية والضرب بقوة في حال كان هنالك أي نوع من الولوج الحقيقي إلى عمق الأزمة الحالية. لذلك تجديه هو يذهب إلى أن تكون لديه ضربات نوعية، والدليل على ذلك يعني هنالك في الأيام الماضية كان هنالك أكثر من ضربة عسكرية، ضربة جوية لبعض المناطق. نعم. وأعتقد بأن محور المقاومة اليوم هو ينتظر ساعة الصفر، ولكن كل ذلك هو مرهون بمدى توغل القوات البرية ومدى الوحشية التي سوف تتخذها إسرائيل والإدارة الأمريكية في الدخول إلى غزة، خصوصا بعد أن رأينا بأن آلاف المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ هم من يتعرضون لهذه الإبادة الجماعية، ولا يكون هنالك وصول إلى البنية العسكرية لحماس، بل أغلب الضربات هي تذهب باتجاه البنية الفوقية وليست البنية العسكرية. إذن نحن أمامنا اليوم معايير وقواعد اشتباك مختلفة، ومنذ بداية الحرب ذهبت الآلة الإعلامية الصهيونية
إلى أن يكون هنالك تحشيد حقيقي وتزييف للوقائع. يعني ودليل على ذلك هنالك بعض التغريدات التي ذهب إليها الصهاينة والإسرائيليين قد حذفت من السوشيال ميديا بعد أن تم الكشف عن زيفها. أستاذ عمر، نتحدث عن ورقة القوات البرية إنه الكيان سيقتحم بريا، صار هو يعني أكو حوار حول هذا الموضوع لكن بدون تطبيق، شنو رأيك؟ يعني موضوع الحرب البرية هي ليست سهلة، فتجدين الكيان الصهيوني يذهب إلى مرحلة جس النبض. نعم. وهذا ما لمسناه في الأسابيع المنصرمة عندما ذهب إلى التوغل في الرشيد وفي بعض المناطق وواجه هنالك معارك شرسة أدى إلى أن تكون مطاحن وخسائر كبيرة وجسيمة بالنسبة للكيان الصهيوني. الموضوع هو أنهم يقاتلون أشباح، والموضوع لا يتعلق بوجود مقرات عسكرية على أرض الواقع، بل توجد هنالك أنفاق، وهذه الأنفاق هي تم بنائها منذ تسعينات القرن الماضي وهي محصنة ولا يستطيع أحد الوصول إليها، وهنالك تماهي في الرؤية لا يمكن أن ولدى المقاومة الفلسطينية بنك من المعلومات والأهداف التي تذهب إليها، ولكن وخصوصا أن موضوع الجواسيس هذا اليوم والعملاء الذين لدى إسرائيل في داخل غزة ربما سوف يتم التوجه لهم في الأيام المقبلة بعد أن تم رصد الكثير منهم، وهذه هي الحرب تجديها يوما بعد يوم تتغير معطياتها، وتجدين أن الآلة العسكرية هي من تحدد والتخفي وقواعد الاشتباك السياسة والحرب، حرب الشوارع هي من سوف تحدد على أرض الواقع مدى قوة. طيب. إسرائيل والجيش الإسرائيلي. أستاذ عمر، أنتقل لأستاذ منهل عبد الأمين. أستاذ منهل، يعني إذا بقيت الحرب وتوسع نطاقها ممكن يدخل محور المقاومة الأراضي الفلسطينية، لأن دائما ما محور المقاومة يؤكد على أنه لو وجد منفذ دخل المعركة مع المقاومة الفلسطينية، وأكيد هذا ما أكد أيضا السيد الحوثي، لو توفر لشعبنا منفذ بري إلى فلسطين لتحرك أبناء شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني. تعليقا. لا طبعا، الإجابة على هذا السؤال يعني نعود بها إلى لسان حال المقاومة الإسلامية وسيد المقاومة في لبنان الذي كان في خطابه الكثير مما كان ينبغي أن يقال ولم يقال. ستكشف الأيام ما تم تغييره في خطاب السيد حسن نصر الله قبل دقائق من بث الخطاب، مما وردته من معلومات جعلته يضطر إلى التعامل مع الأمر بتلك الدبلوماسية التي تفاجأ بها العالم أجمع، ولكنه أفصح عن حقيقتين لا ثالث لهما. الحقيقة الأولى تتعلق بالموقف الميداني في غزة وعدم قبول هزيمة حماس، كسر حماس، وهذا الموقف يراقب بشدة من قبل فصائل المقاومة. أستاذ منهل، يعني موقف حزب الله واضح، أنا أتحدث عن بقية الدول، عن محور المقاومة، يعني شنو الوضع يمهم؟ ماذا سيحدث؟ أختي العزيزة، نحن نتحدث عن دول، الدول غير موجودة. عن محور المقاومة أتحدث. الدول العربية إن حضرت لا تعد وإن غابت لا تفتقد، بالعكس النظام الرسمي العربي هو مؤذي في حضوره ومؤذي. أستاذ، أنا أتحدث عن العراق، عن سوريا، عن يعني أنا ما أتحدث عن حكومات، أنا أتحدث عن دول محور يعني المقاومة. اسمحي لي أن أتحدث معك بواقعية. نعم. هل ما يتمناه الحكم في العراق والنظام في العراق يستطيع أن يفعله؟ يعني فيما تسمعي بعض الأصوات الناعقة التي تنادي بالمصلحة الوطنية يعني على حساب المصالح الأخرى والحفاظ، ألا تشاهدي ما يحدث في لبنان من ضغط كبير من قبل فصائل معادية للمقاومة داخل لبنان؟ أما تشاهدي سوريا والوضع في سوريا؟ ولذلك أعتقد بس هذا ما منع يعني كلمة رئيس الوزراء العراقي، يعني وشاهدنا هذه الكلمة وشلون كان لها صداها. كل احترام وكل إجلال لما قاله الرئيس العراقي، لكن ليس الموقف المطلوب. غزة الآن تحتاج إلى فعل ميداني، يعني الآن كان بإمكان العراق مثلا، والعراق يستطيع أن يقرر حظر النفط للدول التي تدعم
وأن يوقف النفر عن الأردن. نعم. النفر العراق بالأردن يروح إلى كيان إسرائيل، وكان بإمكان لبنان أن يقطع العلاقات الاقتصادية مع كذا دولة وكذا. لكن أختي الفاضلة، الأمر ليست مناط بفصائل مقولة بالحكم العربي. الأنظمة العربية مقيدة، لا كل ما يتمنى المرء يدركه، تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. ولذلك أعتقد أن هناك نظام عربي بائس يحيط حتى بالأنظمة العربية الوطنية. هناك أدلجة سياسية، هناك عملاء أكثر من الوطنيين، هناك باطل أكثر من الحق. وهذا ديدا، حتى الله في القرآن الكريم وصف الحق والمؤمنين بثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لذلك لا نستغرب، ولكن الواقع الميداني، الواقع الميداني يبشر بخير. نعم. إن الصمود، وإن الصمود يأتي بالنصر، وإن ما يحدث الآن يبشر بنصر كبير وهزيمة كبيرة لمحور أمريكا ومحور الكيان الصهيوني ومحور الأنظمة العربية العميلة. ولذلك علينا أولا من خلال الإعلام، واسمحي لك أن أقول أن جانب مهم في هذه المعركة هو الإعلام، لأن الإعلام لديه قدرة ليست على خلق قناعات، وإنما على قلب القناعات وخلق رأي عام جديد. ولذلك إذا تابعت جنابك الكريم القنوات العراقية بين قوسين التي تستخدم التغليس والتدليس، تلك القنوات المطبلة، مثل يعني لا أريد أن نذكر أسماء، قنوات معروفة والآن هي يعني كأنها لا تعلم وبعيدة كل البعد عن واقع الذي يجري في طيب. غزة وما يحصل في غزة. أستاذ مهل، ذكرت جانب مهم أنه الإعلام هو جانب جدا مهم. زين، اليوم نلاحظ هناك عملية لإسكات صوت الإعلام وصوت الحق من خلال استهداف الصحفيين من قبل الكيان. ما حجة الكيان بقيام بهذه الأفعال؟ ماذا يريد باستهدافه للصحفيين ونقلهم لما يحدث في غزة؟ أختي العزيزة، الإعلام هو صوت الحق، هو لسان حال الناس، لسان حال الحقيقة. نعم. ولذلك مثلا إصدار، تصور الكيان الصهيوني يصدر أمر بحظر قناة الميادين ومصادرة ممتلكات قناة الميادين ومكاتبها في فلسطين المحتلة. هذا يدل على خطورة الإعلام، وكذلك يدل هو شهادة تزكية وثناء لقناة الميادين الفضائية. من خلالكم نحيي قناة الميادين الفضائية وصمودهم، ونحيي كل القنوات العربية والإسلامية التي تعمل داخل فلسطين المحتلة وداخل غزة، رغم كل هذا الرعب ورغم كل هذا الموت ورغم كل هذا الدمار. وتحية لكم ولكل القنوات الوطنية وقنوات التي تدعم فصائل المقاومة. ولكن علينا أن نرتقي بالإعلام. أنا بصراحة وجهة نظري الشخصية، الإعلام حتى الآن لم يرتقي لمستوى الحدث إلا في قلائل من 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 وسائل الإعلام العربية والإسلامية، قلائل. علينا أن نستنفر الخطاب الإعلامي بما يرتقي لمستوى الحدث العظيم، لمستوى الانتصار الذي يتحقق، لمستوى المؤامرة والتي تحيط بالمشهد العربي والإسلامي. طيب أستاذ منهل، أنتقل إلى ضيفي الكريم أستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني تحدثنا عن موضوع الإعلام وشاهدنا أنه هو مهم جدا بهذه العملية، وشاهدنا مثل ما ذكرت يا أستاذ منهل أنه يحاول الكيان يستهدف الصحفيين وإغلاق بعض القنوات اللي هي تكون مع عملية طوفان الأقصى ومع غزة، ويعني برهنت للعالم أنه غزة هي قوية وصامدة، وهذه المشاهد اللي نشاهدها دائما ما رغم الظروف اللي تمر بها غزة، لكن الفلسطينيين يكونون صامدين بوجه هذا الكيان. لماذا يقومون باستهداف هذه الصحفيين برأيك؟ يعني الكيان الصهيوني هو متعود على أن يخفي الحقائق وعلى الكذب والتدليس في كل الأوقات، ولذلك تجديه بأن العين الثاقبة لنقل الأحداث هم الصحفيين والإعلاميين هناك، وهذا دليل على أن استهداف الصحفيين، وأولهم كان وائل الدحدوح، عائلة وائل الدحدوح. نعم. هو دليل على أن هنالك محاولة لطمس الحقائق ولكن كل ذلك هو لن يغطي من الحقائق من شيء، وعين الشمس لا تغطى بغربال. الموضوع يتعلق باستهداف ممنهج للصحفيين وللإعلاميين وللمدنيين ولكل من يقف مع القضية الفلسطينية. ولكن تسألين يعني هل يوجد هنالك زخم إعلامي عربي وإسلامي يرتقي لمستوى الطموح؟ أنا أعتقد ما زال هو لم يرتقي لمستوى الطموح،
سواء من بعض القنوات العربية التي ترفع لها القبعة والمحلية بالتأكيد، ولكن يحتاج لموقف واحد وموحد من قبل الحكومات العربية، لأن الإعلام اليوم هو من يحسم نصف المعركة. ما أريد أن أشير إليه اليوم، لم يكن هنالك أيضا تسليط للضوء على الإنجازات والواقعية للعمليات النوعية فوق الاستخبارية فوق النوعية للمقاومة الفلسطينية. أكيد. والدليل على ذلك أنه اليوم بالأدوات البسيطة لدى الإعلام الحربي الفلسطيني أو لحماس والمقاومة للفصائل، كان هنالك نقل بسيط، لكن هذا النقل البسيط أدى إلى تفاعل كبير على العكس من الآلة الإعلامية. نعم. الصهيونية، وخصوصا أنهم بدأوا ينقلون عن وجود فرقتين للمقاومة الفلسطينية. الفرقة الأولى أو الفريقين، الفريق الأول هو فريق النخبة العسكرية. نعم. والفريق الثاني فريق الوحدة الصاروخية التي تتألف من ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب المجاهدين وسرايا القدس والقسام وإلى آخره. وهذا دليل على أن اليوم تسليط الضوء الإعلامي على مثل هذا الحدث وعلى التكتيك الذي ذهبت إليه المقاومة الفلسطينية والتحديث المستمر لتلك التقنيات هو دليل واضح على أن هذا الشيء لم يأتي من فراغ، وإنما هذا شيء تم التحضير له مسبقا منذ فترة طويلة. نعم. لذلك أقول بأن هذه المعركة هي معركة مختلفة للغاية، وإذا كان هنالك إيقاف للحرب فهذا يعني أنه بنهاية المطاف سوف يكون خسارة لإسرائيل إعلاميا ومعنويا وماديا، وسوف تكون انكسارة. لذلك ذهبت المقاومة الفلسطينية على لسان أبو عبيدة بأن المعركة هي مستمرة. نعم. وكلما كان هنالك إطالة لأمد الحرب، نعم توجد خسائر على أرض الواقع من المدنيين وهنالك حصار على غزة إلى آخره، لكن بالمقابل هنالك سباق مع الزمن بالنسبة لإسرائيل، وخوفها من عدم وجود دعم دولي مستمر لهذا الموضوع في ظل تواجد الأزمة الروسية الأوكرانية اليوم، وهنالك شقين وعدم مقدرة ربما بقية الدول المتحالفة معها لتقديم الإمدادات، وخصوصا الإدارة الأمريكية التي قدمت 60 مليار دولار لأوكرانيا. نعم. و100 مليار دولار لإسرائيل. طيب أستاذ عمر، خلينا نتحدث الآن عن المساعدات. نلاحظ اليوم غزة محتاجة مساعدات بكميات كبيرة، نلاحظ هناك مجازر وعبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني، يعني محتاجين على الأقل توفير الغذاء، الماء، الكهرباء، الوقود. نلاحظ هناك كثير من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وهذا الموضوع مستمر إلى الآن. كثير من المستشفيات ذكرت قبل قليل أنه هي أصبحت هي مراجع. يعني ماذا يحصل الآن؟ وضع غزة إلى أين يسير؟ المواطنين والفلسطينيين هناك ماذا سيحدث معهم؟ يعني احنا نشوف ان المستشفيات هناك جرحى كثيرين، لكن نلاحظ انه يعني يوم امس انتشر فيديو ان الكلاب تنهش باجساد الجثث. ماذا سيحدث؟ لو حصل ربع ما حصل في غزة في اي دولة من دول العالم ستجدين بان الدنيا تقوم ولا تقعد. ولكن الازدواجية والنفاق العالمي هو من يتجسد بواقعية على أرض الواقع في هذا الحدث الجلل. نعم. نعم، رغم المآسي ورغم المشاهد المروعة ورغم الرعب ورغم الاستهداف الممنهج للمدنيين هناك وعدم وصول المساعدات الطبية والإنسانية للمستشفيات هناك، لكن تجدين بنفس الوقت هنالك ارتفاع متواجد لمعنويات الفلسطينيين. نعم. ولحماس، وتجدين كلما زاد العنف والبطش من قبل الآلة العسكرية الإسرائيلية كلما واجه ذلك تصدي ببسالة وارتفاع لمستوى الخطاب وتشجيع وشحذ للهمم أمام هذه الغطرسة الواضحة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بنهاية المطاف هنالك كما ذكرت لك ازدواجية في المعايير، والدليل أنه يوم أمس كان هنا أو قبل أمس كان هنالك عرض لتزويد. نعم. المستشفيات ب 300 لتر، وهذا هو المضحك المبكي، تزويد 300 لتر من البنزين او الديزل. وقد جوبها هذا الموضوع بالرفض بلا شك، لان المستشفيات هي بحاجه الى اكثر من هذا العدد او هذه الكميات، ولكن رغم ذلك
نحن نتأمل بأن يكون هنالك موقف واضح من قبل الحكومات العربية المتخاذلة، وأن يكون بنهاية المطاف القرار العربي شجاع ولو لمرة واحدة، وأن لا تذهب هذه المؤتمرات إلى فقط توقيع عليها ولأكل الغداء وجبة الغداء، ومن ثم لا يخرج المؤتمرون بنتائج إيجابية. نعم أستاذ عمر، يعني مثل ما ذكرت أنه الآن غزة هي صامدة وقوية رغم الظروف اللي تمر بها، ومثل ما ذكرنا قبل قليل المستشفيات وتهديم المباني وهذه الإبادة الجماعية، والشعب الفلسطيني يذكر ويقول لن نخرج عن أرضنا وهذه وطننا، وإحنا صامدين بوجه الكيان وراح نبقى أقوياء، وهذه فعلا رسائل معبرة ورسائل بها كثير من الإيجابية يطلقها الشعب الفلسطيني رغم أنهم محتاجين إيجابية، لكن هذه الإيجابية ينقلوها للعالم. أنتقل لأستاذ منهل. أستاذ منهل، يعني اليوم نشاهد طوفان بشري بأغلب الدول، يعني كثير من المظاهرات تدعم القضية الفلسطينية، وكل العالم يقول، ونحن أيضا نقول، مدى يصحى ضمير العربي والعالمي، ضمير بعض الحكومات عندما يشاهدون مثل هكذا مشاهد، عندما يشاهدون مستشفى بأكملها أنه هي عبارة عن أصبحت مجزرة، عندما يشاهدون الأطفال الأبرياء، نشاهد أن هناك كثير من الأطفال يعني عمرهم ما يتجاوز اليومين والخمس أيام والأسبوع، يعني أطفال بالخدج ينقطع عنهم الأكسجين ويتم تدميرها بالكامل، يعني هذه المشاهد لم تحرك ضمير بعض الحكومات؟ تفضل. والله يا سيدتي الفاضلة، ليست الحكومات فقط، يعني الحكومات، يعني الشاعر اللي يقول إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء. نعم الحكومات، يعني حالة ميؤوسة من الحكومات العربية، خصوصا الدول المحيطة بفلسطين المحتلة، يعني الأردن ومصر وحتى السعودية ودول بقية المطبعة، دول الإمارات وغير الإمارات والمغرب. ولكن أنا يعني، واسمح لي أن أقول، عتبي على الشعب العربي في الوطن العربي، على الشعوب العربية. نحن هنا في أوروبا نشاهد ما يدعونا للخجل والحياء، هناك استنفار، هناك غيرة لدى الأوروبيين الذي كانوا يؤيدون هذا الكيان المصري، هناك مظاهرات حماسية حقيقية، أعلام فلسطين مرفوعة 24 ساعة. نعم. منظمات إنسانية، منظمات دولية، هناك تغيير على مستوى البرلمانات في أوروبا، الشعوب الأوروبية الآن تنتفض، حتى في أمريكا، في إسرائيل. نعم أكيد. والشعب العربي ينتظر الفعل ورد الفعل، نحن غيرتنا يوم الجمعة وراء الصلاة. عجيب. الدم ينزف 24 ساعة. الأطفال، يعني حتى الوحش، حتى الذي لا يمتلك دين ولا يمتلك إنسانية، يبكي أسى، يبكي، يذرف دم عن دم، ونحن نعتمد على رد الفعل وعلى دعوة الزعيم والقائد والرئيس ورئيس الكتلة. يعني أي شعب عربي، يعني طيب وين الأخوة الإسلامية؟ وين إذا تداعى له، يعني المسلمين كالجسد الواحد يتداعى، لا تداعى له عضو في السهر والحمى. طيب أين ما أوصانا به رسول الله؟ أين ما أختي العزيزة، بصراحة الوضع العربي مؤلم، وهناك حالة من حالات الصحوة في الذات، لكن للأسف هناك ردة، هناك خيبة أمل على مستوى الشعب. أنا عذرا إذا قلت هذا، وليعتب علي من يعتب، ولكن هناك حقيقة أخرى، وأنا أرجو أن لا أتهم بالطائفية، ولكن الحقيقة التي يفرضها الواقع، تشاهدين وتتابعين معنا الأصوات التي تعتب على إيران، وتعتب على لبنان، حزب الله، وتعتب على اليمن، وتعتب على الفصائل المقاومة في العراق، وينكم؟ وهددتوا هي هاي الصواريخ. طبعا احنا عدنا بالمفهوم المجتمع الشعب العربي. نعم. يقول له هذا فلان لا تعتب عليه، لان ما يسوى عتب. ولكن الان الجماهير العربية من الطرف الاخر تعتب على المحور الشيعي بصراحة، لانه يسوى العتب، وهم غسلوا أيديهم من المحور الآخر، إنه طيب. لا يسوى العتب. نحمد الله أننا أثبتنا أننا أمة تستحق العتب، لأن أمة علي بن أبي طالب عليه السلام هي أمة باب خيبر، هي أمة التي وقفت مع الحق على طوال المئات السنين، ولذلك نحن أهل لها إن شاء الله. وعلى الكل أن يقتدي بالأفضل
على استاذ منهل بسؤال اخير استاذ منهل اذا سمحت، قصف القواعد الامريكيه بسوريا والعراق ممكن ياثر على الغطاء الامريكي للحرب؟ ممكن يغير من العمليه بشكل مباشر اختي الكريمه بشكل مباشر. امريكا هي التي تتبنى العدوان، هي التي تدعم العدوان، هي الحاضره في العدوان. امريكا الان كما هو الكيان يخبون خسائرهم، يخفونها في سوريا وفي قاعده عين الاسد وفي كل الاماكن، وما تقوم به فصائل انصار الله البطله في اليمن، صواريخ بدات تصل الاراضي المحتله، نعم، وتدك مستوطناتها، ولكنهم يخفونها. ولكن الايام ستظهر الحقائق. هناك الان وعي على مستوى الشعب العربي، عرفوا من هو الحق ومن هو الباطل، نعم، ومن هو المنافق ومن هو الذي يقف مع الحق دون خوف دون تردد دون. ولذلك طيب. انا اعتقد ان هذه المعركه هي المعركه الحاسمه، قلتها معكم في لقاء سابق واقولها اليوم، ان المعركه الان لا تحتمل الوسطيه، لا تحتمل حل الوسط، لا تحتمل الترضي او التراضي بين مهزوم ومنتصر، والنصر مع الحق والنصر قادم. نعم ان شاء استاذ الله منهل، البشار تشير نعم الى ان فصائل المقاومه وغزه هي المنتصره بإذن. طيب استاذ، انتقل الى استاذ عمر. استاذ عمر بدقيقه، ماذا تحتاج غزه؟ اعتقد بان غزه تحتاج اليوم ان يكون هنالك تكاتف من قبل الموجود من القبل الفلسطينيين، اخوانهم الفلسطينيين الموجودين في الضفه الغربيه، وخصوصا بان هنالك عمليه تضييق يعني واضحه، والتنسيق الامني الذي ذهبت اليه السلطه الفلسطينيه مع الكيان الصهيوني في مراحل ماضيه، اعتقد بانه اليوم ينبغي مراجعته، على اعتبار بان حماس والمقاومه الفلسطينيه هي تدافع عن العنوان الرئيسي للقضية الفلسطينية، نعم، وليست فقط لغزة. ولذلك ينبغي أن يكون هنالك موقف جاد وواضح، نعم، وأن لا يكون هنالك تماهي في المواقف، على اعتبار بأن التنسيق الأمني حسب وحسب تحليل بقية بعض الخبراء وبعض المحللين السياسيين بأنه هو ربما سوف يفسر بمثابة الدفاع الغير يعني غير مقصود بالنسبة للكيان الصهيوني. إذا فلسطين محتاجة وغزة تحديدا محتاجة إلى موقف موحد من الجميع. إذا أحبتي المشاهدين، بهذا نكون وصلنا إلى ختام الحلقة، وقبلها ضروري أشكر ضيوفي الكرام اللي انضموا معي بهذه التغطية المباشرة. أشكر أستاذ عمر الناصر المحلل السياسي، شكرا لانضمامك معنا وشكرا على هذه المعلومات. حياكم الله. وأيضا أشكر بدوري عبر سكايب انضم معي أستاذ منهل عبد الأمير المرشدي، رئيس مؤسسة الإجيال للثقافة والإعلام من بروكسل، شكرا لانضمامك معنا. إذا أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم غدا إن شاء الله بتغطية جديدة، ونقول لغزة حماك الله وأعطاك القوة. إلى اللقاء.